أنا قلت ونزيد نكرر ونأكد أن نظام منظومة صحية نتاعنا أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقيا. حب من تبارك الله أسيدي. خرجت الصحيفة ديال مغرب انتليجنس وكتبات على أن تبون كيتلقى العلاجات ديالو من بعد الوعكة الصحية اللي جازو في الديار الألمانية. خوتي المغاربة السلام عليكم حبايبي، معنا في فيديو جديد. مؤخرا تبون كيتلقى العلاجات ديالو من بعد ما جاتو واحد الوعكة الصحية، الآن راه كيتلقى العلاجات الضرورية ديالو في الديار الألمانية، وهذا الشيء كيمشي بواحد السرية تامة. لكن صحيفة مغرب انتليجنس وهي صحيفة فرنسية فرشات كل شيء. هذا الشيء كله غنشوفوه في هذا الفيديو. ما تنساوش لايك والاشتراك ديالكم، ونحب الناس اللي اشتركوا جديد في القناة، وشكرا بزاف على التفاعل الفيديو اللي فات، وصل لكثر من 300,000 مشاهدة في ظرف قل من 24 ساعة. كنشكركم بزاف على التفاعل، ومرحبا بكم عندي ومرحبا بيا انا عندكم. شوف واحد انجاز خور شنو دوش شنو دوش ربي الشاوية الحرار دشنو معناها تدشين، تم تدشين حمام حمام تدشينها وين؟ في بيتنا دشنو دوش عاد دشنو حمام حمام مرحب مرحب وانا مشيت غلط صحتني حمام دوش فهمتي حمام الناس كيمشيو يدوشوا في ساعة مرحب كون هكا ندوش مرحب بالورد بالورود 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 تم تدشين تفضلوا هذا ورد هذا خطير اقسم بالله يا خالتي في باتنا الورود شنو مدخلين هذوك الطواليت الله اخوتي ما كنقدر نضحك بالله باش كيت عليكم هاد حيدتو هاد الدرس البارح هي والله ما كنقدر نضحك باقي الجرح جديد المهم قبلوا عليا صح قاعدين يدشنو في حمام صدق او لا تصدق دوش يا خاوتي دوش بارطاجيو الفيديو هذا خلي يروح للمروك خلي يروح لفرنسا خلي يروح لتركيا خلي يروح لسيدي هدي ورا مزيان هذا واحد من الانجازات الغابات كتمات تاع الشمس تاع سيدي ربي من بكري والسخانه تاع سيدي ربي من بكري ما تحرقوش الغابات تاعنا ما كناش نسمعوا الغابات تاعنا يتحرقوا دوكا ولينا ملي قطعنا العلاقات مع المروك الى يومنا هذا كل صيف نفوتوها في حرائق غابات ياك ما احنا دوكا ولينا ملي قطعنا العلاقات مع المروك الى يومنا هذا كل صيف نفوتوها في حرائق غابات غريب غريب فراد اسي فانساش بارلي طفال اكليراج كاع وحق الله باينه شي كذب هادي طفى الضو طفى بروني اليمون بلاتي التنين المخزني يحرق غابات الجزائر من جديد اتشرى بزاف هادو راه الهربة هادشي دايز في الإذاعة هادشي دايز في الإذاعة وكدا التلفاز هادشي الصح هادي في المغرب زعما راه جاي من المغرب فهمتي كلاشات سيد نيل جال تما راه تما هو غيبدا يحرق كورتوز لا برافو رانا ميساج ميم مينيسيون ميم شارج ديريج والله الا باغي يضحك وحق الله ولكن الظروف الصعبة راه ما كنقدرش نضحكو ولكن هادشي راه كوميك اصاحبي اقسم بالله كيف وجهي شو كيحرق هادشي راه دايز في الاذاعه هذا الخوت هادشي راه كنهضر معاكم دايز في الاذاعه شو المونتاج ديال اف اس ستوديو داك لابليكاسيون القديمة وين التنين المغربي؟ القلعة زعما تبارك الله مجهدين في المونتاج بس عيط لكم هوليوود تبداو تمونطيو ليها
سكان بولايه القبله والنازف فان عبيد فارس وغيرهم كثير. هذا ما هذا هذا اللعيبه اللي حطيتها ليا ما عرفت عليه. واش انت اللي عطيتي حطيت هذيك المره او بابا 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 ولا هدف؟ واش تبقى في القرعه ديال نهار الجمعه ولا ما عطنا الخميس بيجي باقي ما ساليتيها؟ هادشي اللي بان لي اخويا. واش انت ديما او بابا بابا تضرب القرعه تيجي يكتب لي انا وهذا الكومونتير سكان بولايه القبله والناس زفان عبيد فارس وغيرهم الكثير وغيرهم الكثير ساهموا في هذا الانجاز اسطوري. هذيك هذيك الانترو د رمضان، الانترو د رمضان درزها في عرسي، داز رمضان كامل بهذاك الانترو. او بابا بابا او لا 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 هدف قاتل. انا قلت ونزيد نكرر وناكد ان النظام منظومه صحيه نتاعنا احسن منظومه في المغرب العربي وفي افريقيا حد منها. تبارك الله. اسيدي خرجت الصحيفه ديال مغرب انتيليجونس وكتبات على ان تبون كيتلقى العلاجات ديالو من بعد الوعكه الصحيه اللي جازو في الديار الالمانيه، وهذا الشيء في سريه تامه، لكن هذه الصحيفه هذه خرجات وهي تفرش كل شيء وهي تقول على ان تبون كيتلقى العلاجات ديالو في الديار الالمانيه. لكن الى هذا الشيء كاين، علاش ما يتعالش تما؟ علاش يمشي حتى لالمانيا؟ وما زالت الجريده هذه ديال المغرب انتيليجونس فرشات وقالت على انهم باغين ينظموا واحد الاجتماع سري باش كوم كوا يقولوا لالمانيا انها تشوف كيدير تعتق السيد، حيت السيد راه كبير راه 80 سنه حيتاش مازال محتاجينه وباغينه الولايه الجديده والانتخابات ديال 2024. وهذا الشيء علاش باغين يشوفوا الا ما كاين ما يتعتق. راه جيني نروح ندوكم ديمون وي وي ونموني. صح صح. شوف انا نقول لك حاجه، لو تأهل المنتخب الوطني الى مونديال قطر راح تكون حتى في تيليمينا جدو باقي نكدروا على كاس العالم وكاس العالم راه داز. تيليميتور في لاكو ديفوار جوز نورمال وتكون الحصيله تاع جمال بلماضي احسن حصيله في التاريخ ويكون احسن مدرب في تاريخ الكره الجزائريه. ما سمعتش مزيان. انا المنتخب الوطني الى مونديال قطر راح تكون حتى في تيليمينا بريميتور في لاكو ديفوار جوز نورمال وتكون حصيلة تاع جمال بلماضي احسن حصيلة في التاريخ ويكون احسن مدرب في تاريخ الكرة الجزائرية. وما لحقناش الحس هذاك اللي لحقنا ليه، والنص يقول لك يروح والنص يقول لك يريح. وعلاش يعني منير بن قاسم تقول بانه 10 ثواني صنعت الفارق؟ 10 ثواني صنعت الفارق، ما كان حتى حاجة واحدة أخرى. صحيح. والمدرب هذا كما يقولوا بالعامية ما زال تحرق في قلبه حب يأهل الجزائر إلى مونديال. كان هذا تحدي تاعو اللي مازال في راسو حب بقى. ودابا الله يهديك داك الشيء داز صافي، داك الشيء راه داز، راه المغرب وصل. غادرت المانيا حاملة اللقب في مناسبتين الدور الاول من منافسات كأس العالم للسيدات الجارية مناصفة بين استراليا ونيوزيلندا، وكانت سيدات المانيا مطالبات بالفوز على كرواتيا الجنوبية في المباراة الختامية عن المجموعة الثامنة من اجل التأهل، لكنهن اكتفين بالتعادل بهدف لمثله في المركز الثالث. من اول المغرب ما سمعش المغرب، باغي نسمع المغرب. في واحدة من أكبر مفاجآت بطولة كأس العالم 2023 للسيدات. مشاهدينا بهذا الخبر صافي سلا. سمعتوا شي مغرب أخوتي؟ أنا وقفت الآخر ديال الفيديو الخوت، نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، نتلاقاو في الفيديو الجاي. بيس الله تالله.